للتطبيق التالي. في عنا تطبيق حياتي، هذا التطبيق هو يعني من وحي الحياة اللي عم نعيشها كل يوم، انه هو عم نحكي على التدخين. طيب شو رأيك يا رنا تساعدينا بحل هذا التطبيق؟ طبعا هو هذا التطبيق محلول في الكتاب صفحة 10، هو تطبيق محلول في الكتاب صفحة 10. إذا الآن ننتقل إلى تطبيق حياتي صفحة 10. نتيجة حملات التوعية التي تقوم بها الدولة انخفض عدد المدخنين بشكل ملحوظ. إحصائية لعينة عشوائية شملت 2420 شخص في إحدى المدن ممن تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 60 سنة. كانت نسبة المدخنين إلى غير المدخنين هي 2 إلى 9. طبعا نلاحظ انخفاض نسبة المدخنين إلى غير المدخنين، نسبة المدخن إلى غير المدخن 2 إلى 9. إذا انخفضت نسبة المدخنين إلى غير المدخنين طبعا نتيجة حملات التوعية التي قامت بها الدولة ضد التدخين. طبعا التدخين مضر جدا للصحة. الآن كم عدد المدخنين وكم عدد غير المدخنين الذين شملهم الإحصاء؟ طبعا نحن عنا عينة عشوائية محددة اللي هي 2420 شخص، فالإحصائيات أو أعداد المدخنين وغير المدخنين رح تكون من ضمن هاي العينة اللي قمنا عليها بحملات التوعية، واللي أخذنا منها أعداد المدخنين وغير المدخنين والنسب. فالشغل هون رح يكون أنه عندي عدد المدخنين وغير المدخنين مع بعض 2420 اللي هي كل العينة العشوائية. أما نسبة المدخن إلى غير المدخن فهي 2 إلى 9. كيف سأقوم بمعرفة عدد المدخنين إلى عدد غير المدخنين يا رنا؟ رنا كيف سنقوم بالحل؟ 2420 تساوي 2 على 9. هلأ 2420 تساوي 2 على 9. طب هلأ نحن بيعطونا أول شيء نسبة يا رنا، بيعطوني نسبة المدخن إلى غير المدخن تساوي 2 إلى 9. ما رأيك أن نقوم بترميز عدد المدخنين بالرمز X وعدد غير المدخنين بالرمز Y؟ إذن سنقوم بترميز عدد المدخنين بالرمز X وغير المدخنين بالرمز Y، فتكون نسبة X على Y تساوي 2 على 9. سأنطلق من هذه النسبة في إيجاد عدد المدخنين وغير المدخنين بالضبط. هلأ راح نشوف رنا، إذا رنا غير قادرة أن تحل التمرين فبننتقل لو سمحت يا محمود. تمام يا أنسي، خلي محمود يحل. تفضلي يا رنا. يعني انسحبتي؟ أعلنتي الاستسلام؟ نعم أنسي، لأنه ما عندك كتاب وسايني جديد، لهيك راح أحاول أحفظ مع الشرح. ولا يهمك، معناتها راح استناكي بحل تمارين قادمة إن شاء الله. طيب تفضل يا محمود. نعم أسي، أسي إذا القيمة هي 2 على 9، أسي بنحسب، أسي بنعوض المدخنين بX والمدخنين بY. تمام. أسي راح تصير X على Y وتساوي 2 على 9. أسي بدنا ناخذ نحطين على مقام مشترك أسي. X على Y زائد X وتساوي 2 على 9 زائد 2. يعني ثبتنا البسط. أسي وقيمة ال Y زائد X هي 2420. تمام، وهي عدد المدخنين وغير المدخنين معا. وتسعة زائد 2 هي 11، 2 على 11 و X وعلى 2420. الآن كيف نوجد قيمة X يا محمود؟ أنتي ممكن نأخذ جداء الوسطين جداء الطرفين. تمام، جداء الطرفين سوي جداء الوسطين خاصة الضرب التقاطعي. أنتي X وتساوي X ضرب 11 و 2 ضرب أنتي 2420 شخص. تمام، إذا X تساوي 2420 ضرب 2 على 11. راح نقوم بالعملية الحسابية يا محمود. 2420 ضرب 2 على 11.
آسي 4840 على 11. على 11. آسي رقم كبير. لا مو كبير. طب خلينا نساعد، ناخذ، خلينا ناخذ أول منزلتين، 48 على 11 فيها 4، صح؟ فيها 4 وبيزيد 4 آسي إيه. وبيزيد 4، بصير عندي كمان 44 على 11 كمان فيها 4، والصفر بتنزل. أنسي 440. 440 تمام، خلينا نعتمد يعني 140. على الحساب. تمام 440، إذا أسي الجواب هو 440. 440، وهو ما 440 يمثل، ما يمثل يا محمود عدد عدد المدخنين. غير المدخنين. إذا عدد المدخنين هو 440، ما هو عدد غير المدخنين الآن؟ إسراء. في شكرا يا محمود، 2004. ماشي. شكرا يا محمود. طيب ما هو عدد غير المدخنين؟ نعم أنسي، تفضل يا إسراء. 1980. إذا 2420 ناقص 440، 1980 هو عدد غير المدخنين. شكرا يا محمود وشكرا يا إسراء. إذا في عينة عشوائية تحوي 2420 شخص بعد حملات التوعية، لاحظنا أن نسبة المدخنين إلى غير المدخنين 2 إلى 9. المطلوب في هذه المسألة إيجاد عدد المدخنين وعدد غير المدخنين. إذا رمزنا لعدد المدخنين بالرمز X وعدد غير المدخنين بالرمز Y، فكان X على Y يساوي 2 على 9. بتثبيت البسط وجمعه إلى المقام نلاحظ X على Y زائد X يساوي 2 على 9 زائد 2. X على، طبعا مجموع X زائد Y هو 2420، العينة كاملة، ويساوي 2 على 11. باستخدام خاصة الضرب التقاطعي تكون قيمة X 2420 ضرب 2 على 11. بإتمام العمليات الحسابية يكون عدد المدخنين 440، أما عدد غير المدخنين فهو 1980. إذا انتهى حل التطبيق، بقي لدي التطبيق الأخير وهو عن المثلث. رح ننتقل لحاول أن تحل صفحة 10. حاول أن تحل صفحة 10. المثلث ABC قائم الزاوية في A، مثلث قائم. طبعا الزاوية القائمة هي زاوية قياسها 90 درجة. في هذا المثلث علم أن B على C يساوي 2 إلى 3. أوجد قياسات الزوايا B و C. أوجد قياسات الزوايا B و C. طبعا مع العلم أن مجموع قياسات زوايا أي مثلث 180 درجة. إذا مثلث ABC فيه ثلاث زوايا ABC. الـ A هي 90 درجة. مجموع قياسات زوايا أي مثلث 180 درجة. الآن الزاويتين الحادتين المتبقيات نسبتهما B على C تساوي 2 إلى 3. من خلال هذه النسبة سأوجد قياسات الزوايا B و C. إذا ننطلق إلى الحل. إذا علمنا أن نسبة B إلى C يساوي 2 إلى 3. نثبت البسط ونضيف كل بسط إلى المقام الموافق له. B على C زائد B يساوي 2 على 3 زائد 2. الآن مجموع الزاويتين الحادتين في المثلث القائم C زائد B هو 90 درجة. فيكون لدي B على 90 تساوي 2 على 5. باستخدام خاصة الضرب التقاطعي تكون قيمة B تساوي 90 ضرب 2 على 5. إذا قيمة B هي 180 على 5. بإتمام العمليات الحسابية تكون قيمة الزاوية B 36 درجة. أما قيمة الزاوية C فهي 90 ناقص 36 وتساوي 54 درجة. إذا بهذا يكون قد انتهينا اليوم من حل التطبيقات عن التناسب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم.